معي من دبي نادر ياغي، أخصائي النفسي. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد نادر. يعني نحن حبينا نلقي الضوء على نفسية الأطفال ووضعهم الحالي بعد أسبوعين من كونهم محاصرين. سيد نادر، يعني طبعا وضعهم صعب للغاية، كيف يمكن أن نشرح هذا الوضع؟ يعني هي مراحل أعتقد، طبعا التعب، الخوف طبعا الذي سيطر وما زال يسيطر، يأس ربما. تفضل سيد نادر. نعم، مبدئيا الآن يكون هذول الأطفال عندهم عملية إرهاق بشكل غير طبيعي للحياة اللي هم حيرجعوا لها. أنت بتتكلم على أطفال عاشوا فترة أكثر من وصل لأسبوعين الآن تقريبا في مكان مظلم، بنتكلم على كهف، بنتكلم على كان ما في بداية تقريبا أول 12 يوم ما كان في عندهم أكل وشرب. شيء طبيعي الآن عندهم عملية الرهاب. الرهاب حياخذ وقت معهم، حتى موضوع إن هم ترجعوا للإضاءة الطبيعية، نحن نتكلم على إن هم يشوفوا نور الشمس والأشياء هذه كلها لازم تكون تدريجية. فكرة إن هم يرجعوا لأهاليهم ويتعايشوا معهم كمان حتاخذ وقت. اللي أنا شايفه إن هي في مراحل كثيرة حياخذوها. ما بنقدر نقول انه الكميه كمان، لانه يعتبر تقريبا 11 ولد مع مدرب تبعهم، او هنعتبر ان هم 12، نسبه ممكن نقول انه 70% منهم ممكن يتاقلموا مع البرامج اللي حياخذوها، لكن للاسف ممكن يكون في 30% في بعض الاحيان حيكون في تاخير في انه يرجع يتاقلم مع الحياه الطبيعيه. هذا يعتمد على شخصيه كل فرد هنا. هيعتمد على شخصية الفرد ومدى الاستجابة تبعته، هيعتمد على البرنامج اللي موجود، هيعتمد على المجتمع اللي حواليهم قديش حيقدروا يسيطروا على كمية الخوف والرعب اللي حيكون موجود معهم. تتخيلي كيف نشوف المشهد انه المكان المظلم حيكون كثير صعب لإلهم، حيرجعهم لهذه الذكريات. للأسف الموضوع من الشكل الخارجي احنا ممكن نشوفه انه بسيط، هو معقد بشكل كبير. هو للأسف مش بسيط، يعني لا خارجي ولا بالشق النفسي، يمكن حتى لكثيرين بكير الحكي عن الشق النفسي، على الأقل ليطلعوا ويطلعوا أحياء، لأنه عم نحكي عن فترات طويلة. يعني يتحدثون البعض يتحدث عن أشهر لننتهي من هذه الأزمة. ولكن يعني لنلخص قليلا، ما أنه قررنا نحكي عن الموضوع نفسيا، المراحل اللي عم بمر فيها ومر فيها منذ أسبوعين هؤلاء. سيد نادر، طيب مبدئيا الان انا موضوع اخراجهم هذا لسه قصه طويله، بس خلينا الان في الواقع، الواقع اللي هم فيه، حتى نفترضنا انه خرجوا بعد يوم او يومين. الان مشكله التغذيه تبعتهم هتاثر طبعا، حتى التغذيه بتاثر عليهم نفسيا. تفكيرهم في الاكل والطعام احنا ما بنعرف، وانا متاكد انه طبعا للاسف استخدموا بعض الاشياء الخارجه منهم، استخدموهم في بعض الاحيان يمكن انه ياكلوا يشربوا منها، حيكون في عقد كثير جدا حصلت معهم. موضوع انه يرجع يتقبل بعد فترة طويلة في هذا المكان المظلم، الله اعلم، ما بعرف، في اصوات بيصيروا يسمعوها في عندهم، حيصير في عنده في العقل اللاواعي اشياء مخزنة صور كثير صعبة جدا عن المرحلة اللي هو عاش فيها. فترة اندماجهم مع المجتمع مباشرة هذه حتكون صعبة، هو المفروض كبداية، وهم كل الاشخاص حتى في اليو ان بيعرفوا هذه الاشياء في في الكوارث اللي بتحصل، انه اي شخص مستمر في مكان معزول اكثر من 7 ايام ما بيرجع مع المجتمع مباشره، بياخذوه بيحاولوا يرجعوا يعطوا، احنا بنسميه قيمه صحيح. لهذا الجسد، قيمه للنوم، قيمه لكل الاشياء هذه. وهو كمان مرحلة. الموضوع انه اصعب مش بس بمكان معزول سيد نادر، يعني هن ماساتهم مضاعفه اكثر بكثير من كون شخص معزول، يعني هن في خوف دائم، في مش متأكدين إذا هني رح تخلص مأساتهم هايدي ولا لا. لا، هي الآن أنا مشكلة المأساة إنه تخلص هو مش معروف، وللأسف طبعا هم اللي عارفينه حتى الآن طبعا هم أطفال، ممكن يكون الأشخاص المنقذين بيحاولوا طبعا يوصلوا لهم الأكل، ومع ذلك يحولوا لهم رسائل اطمئنان، وأنا اللي فهمته إنه بيحاولوا حتى يعلموهم على الغوص. نعم، أنت بتتكلمي في أجساد منهكة جسديا، منهكة نفسيا، من الصعب جدا انه يرجعوا. الملخص المقصود بهذا الحوار انه ما لازم حيرجعوا مباشره يتواصلوا مع اهاليهم، اهاليهم ممكن يشوفوهم في مكان اخر منعزل لغايه لما يرتبوا يرجعوا، النظام الغذائي، النظام النفسي، نظام النوم، لانه هو بيعتبر كل شيء عنده الان مظلم.
فمراحل صحيح. شوي طويلة جدا معهم ليوصلوا للحياة الطبيعية. شكرا جزيلا لك سيد نادر ياغي الأخصائي النفسي، كنت معي من دبي.